حول الظروف القاسية لسكان التعاطي مع الظروف القاسية لسكان الأطلس والريف والهضاب الشرقية والجنوبية للسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، السؤال ديالنا السيد الوزير يتعلق بالظروف القاسية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية في الأطلس والريف الكبير وفي الهضاب العليا الشرقية والجنوبية. هذه الظروف القاسية فيها اللي مرتبط بالخلل، هناك خلل بنيوي يتعلق بغياب التجهيزات الأساسية على رأسها الماء والكهرباء والمسالك والصحة والتعليم، وهناك اللي مرتبط بإجراءات استعجالية في مثل هذه الظروف القاسية، الظروف الممطرة اللي تحدث فيضانات والثلوج والصقيع، بالتالي كنسجلوا في هذه الحالات وبالخصوص في هذه المناطق غياب حطب التدفئة، غياب مخزون غذائي، غياب وحدات صحية متنقلة خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل والمسنين، كتسد المدارس، كتبلع المساكن، وغياب آليات اللي كتعمل عليها مصالح وزارتكم ما كتكونش عند القرب، وبالتالي كتخلق واحد الأزمة. وبالتالي ونسألكم سيد الوزير في هذا الاتجاه في الجانب المتعلق بالبنيوي، ما هي الإجراءات اللي قامت بها الحكومة من أجل تنمية شاملة كتعتمد على توحيد برامج قطاعية من أجل تنمية هذه المناطق وفكها من العزلة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي؟ السؤال الثاني، ما هي الإجراءات الاستعجالية لا قدر الله وكان ناقص الخطر في التساقطات إلى كانت حالة طوارئ اللي غادي تقوم بها الحكومة باش تفك العزلة عن هذه المناطق؟ وشكرا سيد الوزير. كلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، السادة الوزراء، شكرا على هذا السؤال. عاد حال نبغي نوضح انه سؤال يهم فعلا البرنامج كله ديال الحكومة، لان العالم القروي هو جزء من الوطن، وبالتالي يهم الفلاحة، السكن، تجهيز النقل، صحة، ثقافة، كل يعني. ولذلك الحكومة قررت على أن يكون هناك برنامج موحد لجميع القطاعات في العالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق الصعبة. هذا التوجه ديال الحكومة، نشتغل عليه باش تكون منظومة متكاملة. كيفاش غادي يكون هذا الشيء؟ اش من انستيتيوشن، اش من هيئة، طريقة، هذا تفاصيل. لكن القرار، هناك عزم على أن الحكومة تشتغل ببرنامج واحد في هذه المناطق حتى يكون التدخل يعني منسقا، حتى يكون هناك نوع من التكامل. وانا متفق، ما يمكنش نمشيو نديروا التعليم وما نديروش الطريق وما نديروش النقل، ما يمكنش نديروا الصحه وما نديروش. فاذا باش الامر، هذا التوجه الاول. التوجه الثاني، ان الحكومه زادت من الاعتمادات. في 2010 2011 كان 500 مليون المناطق القرويه والصعبه، 500 مليون درهم، 2012 مليار ديال الدرهم، 2013 مليار ونص ديال الدرهم، اضافي للبرامج ديال القطاعات. طبعا حال اضفنا اليها ما تم اعتماده في المجال ديال التنميه البشريه، الى غير ذلك من التدخلات اللي انتم عارفين، منها التهيئه الترابيه اللي كيهم المناطق الصعبه واللي عندها مداخل صعبه، 22 اقليم اللي كتشمل العشرات ان لم اقل مئات ديال الدواوير. بمعنى ملي كناخذوا هذا الشيء كامل، ملايير تستثمر. لذلك كان ضروري ان يكون هناك تنسيق. ما هو استعجالي؟ دأبنا مشينا في الاتجاه على ما كانت تقوم به الحكومه السابقه، واضفنا اليه الان امكانيه جديده وتدخل عن قرب، باش يمكننا ان شاء الله ندخلوا لا قدر الله اذا كانت هناك امور استعجاليه، ونتمنى ان ننجح فيها. بالاضافه، ونتكلم نيابه عن السيد وزير الصحه، هناك عمل الان على مستوى وزاره الصحه باش يكون عندنا وسائل لتدخل استعجالي في مثل هذه الطوارئ، ماشي فقط في حوادث السير كما اشرت سابقا، بل في كل في الامور بما فيها المناطق الصعبه التي تحتاج الى تدخل ديال وزاره الصحه. وشكرا. كلمه لكم سيد نائب محترم. السيد الوزير على التوضيح، غير فيما يتعلق بان هذه التدابير اللي كتاخذها الحكومه من اجل تنميه العالم القروي، حنا كنعرفوا هذيك المبالغ اللي تكلمت لها راه ترصدت لصندوق التنميه القرويه. كنعرفوا صندوق التنميه القرويه في وزاره الاسكان وفي وزاره الفلاحه. هذا الصندوق بوحده والغلاف المالي اللي مرصود ليه ما قادرش يمشي ينمي العالم القروي، في الماء، في الكهرباء، في المسالك، في الصحه، في التعليم. حنا كنعرفوا هذيك المبالغ هي هزيله، وهزيله جدا،
بالحاجيات اللي كتطلب في هذه المناطق وباقي المناطق الاخرى. كنعطيك السيد الوزير ان غي مساله اللي تهم وزاره التجهيز واللي هي المسالك، راه الا بغينا نتكلموا على فك العزله عن العالم القروي نمشيو غير الجماعه القرويه، كل دوار خص تمشيو له مسلك على اساس ان ذاك الدوار فيه ساكنه خص يكون عنده الكهرباء، خص يكون عنده الماء، وخص يكون عنده ذاك المسلك باش ذوك الناس يمشيو ويجيو يقضيو الحاجيات ديالهم باش ديك الوحدات الصحيه حتى يتنقل. ونعطي المعطيات اللي جات في القانون المالي اللي نحن بصدد مناقشته، كتقولوا الكهرباء القرويه وصلنا المعدل نتاع 98%، انا كنقول هذه المناطق اللي ذكرتها هذا المعدل ضعيف جدا، كتقولوا فك العزله فيما يخص برنامج طرق الثاني كتقولوا وصلتوا 74%، انا اقول في هذه المناطق هذا المعدل ضعيف وضعيف جدا، نتمناو من الحكومه باش تهتم. كلمه لكم سيد الوزير للرد، تفضلوا. خلال التعقيب ديال السيد النائب المحترم، محتاجين فعلا لهذا التنسيق والى المعلومه. الصندوق اللي تكلمت عليه ديال التنميه القرويه اضافه الى برامج الصحه وبرامج التعليم وبرامج التجهيز وبرامج الاسكان والبرامج كلها، بمعنى الى ضفناه كنتكلموا على عشرات الملايير، ولذلك التنسيق اصبح ملحا وهذا الشيء كنشتغلوا عليه باش يمكننا نعطيو صوره متكامله للتدخل. المساله الثانيه عبرت عليها وهذا التوجه ديال الحكومه، ستعطى العنايه وبدينا اعطينا المشاريع انطلاقات للمناطق اللي هي اقل من المعدل، اعطيت واحد العدد ديال الاقاليم اللي هي جبليه وفي ظروف صعبه. طبعا الحال هذه هي التنميه العادله التي يجب ان توزع بين جميع المغاربه، ومتفق معك على انه لا بد ان نذهب الى الخصاص، وملي غنجي لانه كاين اسئله مترابطه، نعتمد في البرامج المقبله على التفاوتات باش يمكننا نديروا هذا التوازن بين المناطق التي لم يصلها حظها من التنميه ومن المشاريع اللي دارتها الدوله واللي ان شاء الله غيوصلها في المستقبل. شكرا سيد الوزير.